نبدأ الباتش نوتس يا شباب. كوركي سووا بف للدبليو حقته، سووا بف للإي حقته، البف حق الدبليو نقصوا الكول داون حقها من 20 ثانية لستة لست من 26 ثانية ل 20 ثانية. هذا 6 سكندز. وات دو كول ات، فرق بين زمان وحاليا. يبغوا يحسنوا الليننج فيز حقته، وطبعا في نهاية الجيم حسسوا زودوها، كانت 14 وصارت 16. يبغوا يتحسن كثير في الليننج فيز، ويبغوا يرجع يحاول يعني يسوي له حاجة. الجاتلينج جن زود الدامج حقها، طب مش في بداية الجيم، لنهاية الجيم، على أساس مشكلته يصير له فول داون ريلي فول هارد في نهاية الجيم بطريقة مو طبيعية. يبغوا يقدر يعني يواجه الاي دي سيز والعالم البقية. اللي فرق اللي هو الماكسيمم شريد حقه والتكس بير سكند. ايش هذه؟ كانت اول في كل ثانية يسوي تكين، وكل تك انت عارف تزود ستاكس حقت شريد اللي هو تنقص الارمر حق الادم اللي قدامه. فدحين سووها 4 ستاكس كل ثانية. ايش معناه؟ معناه حيوصل للاربع ستاكات حق الستاكات حقت حقت الماكسيمم شريد اسرع مرة كثير، فمعناها حيسوي بيرس دامج اكثر من اول شوي، ومعناها حيقدر يوصل للبيرس دامج اسرع. اول ما يبدا تيم فايت ولا اول ما يبدا التريد في بوت لين حيسوي دامج اكثر مره كثير، فيبغالكم تنتبهوا منه. المفروض التعديلات هذه ترجع للجيم شويه يا شباب، يمكن ما حيصير، قلت لكم حيرجعوا للتوب 5 اي دي سيز، بس ما حيكون احسن اي دي سي موجود في الجيم. بعد كده فز الهيت بوكس راديوس حقه هو نفسه، ولا الضربة حقته هو نفسه. ايوه، لما تضربه تضربه من اي رينج، يعني صار يعني اكبر اوسع، هو وسع شويه يا شباب عشان تقدر تضربه اسهل، يعني عشانه كان يتزحلق كثير، تعرف فيش زحلقه شغل لفلفه، فالناس يجي تضربه لازم يضغطوا يغلطوا في الضغطات حقته. يعني في كل الحالات الدبليو نقصوا، سووا لها ديبوف عظيم، سووا لها نيرف جامد على اساس يحلوا موضوع، ما عاد يبغوا يشوفوا فز فول بروزر توب، لان اول كان يجي فول بروزر ويسوي دامج كانه فول اي بي. أظن التعديلة هذه يعني شوفوا النيرف يمكن 2% بس نهاية الجيم، والتلفيل حقها كان 1% كل ليفل، دحين صارت 0.5%. أظن اللي حيفرق في الموضوع هذا ما عاد حتشوفوه بروزر كثير، ما أظن عالم كثير حتوقفوا بروزر، بس ما عاد حتشوفوه بروزر زي أول، وما عاد حيصير في التوب بروزر ليست زي ايكو زي البقية. أظن لازم له كمان كم نيرف على أساس يتحسن يا شباب، لأنه بقى التعديلة هذه ما حتنزل نهائيا. الاي حقته هذه نيرف عليه سواء ميد ولا توب، زودوا الكول داون حق الاي حقته بثانيتين. يمكن بدايه الجيم تفرق مره كثير، والله حتى نهايه الجيم، لانه اول كان يسوي الكومبو كامل تعرف، وكان الشباب يسوي الكيو بعدين ولا يدخل بي بعدين كيو بعدين يفك زونيا بعدين تكون الاي رجعت على طول. دحين لا، بعد ما يفك الزونيا هيبقى له ثانيتين تقريبا لين ما ترجع، فاظن يبغوا الناس ينتبهوا لما يستخدم الكيو، او ما يبداوا بالكيو زي ما كانوا يبداوا باول. شاكو بونس دامج باك ستاب سيبريتلي ولا ابلايد، ما غيروا ولا شيء، هذا تول تيب تغيير. سندرا يبغوا يحاولوا يرجعوا للجيم، سووا لها بف للدبليو حقتها وسووا لها بف للي حقتها على الماجيك دامج، ما اظن حيرجعها الجيم يخلوها في التوب تير، بس يبغوا يحسنوها. هم بتلاحظوا يا شباب مجموعة الاي بيز اللي هم الميجز بيحاولوا يسموهم بفات من كذا باتش اللي فاتت على اساس يبغوا يرجعوهم للجيم. سووا اول لركساي، مو ركساي ايش الثاني هذاك، التنتكلز هنتاي، ودحين لهذا. اظن حيبداوا من النظام هذا، بيحاولوا يرجعوا الميجز للجيم بدل ما هو فول اساسن ولا فول بروزر. اكزين زاو زود البيس حق هيلث حقه في البدايه والهيلث كروس، ما حيفرق معاه اي شيء. زد للاسف ما نزلوا، ما سووا له لا نيرف ولا سووا له اي حاجه لين دحين. عدلوا تعديله شويه، الشادوز حقته صارت تشوف المارك، تفرق بين الشادو حق الدبليو والشادو حق الار. بس الانفينيتي ايج زودوا عليها الاي دي 5، والاسنس ريفر زودوا الاي دي 5، واللورد دومينيك زودوا الاي دي 10. هذا البف يا شباب على الثلاثه ايتمز هذه كلها، طبعا والمورتال ريمايندر، البف على الايتمز هذه كلها موجه للاي دي سيز. يبغوا الاي دي سيز يبطلوا يبنوا يامومو ويبطلوا يبنوا بلاك كليفر، على اساس لو بنوا الثلاثه يعني يخيروهم بين انه يا يبنوا هذه يا يبني يامومو، اذا حتبني هذه حتاخذ اي دي زياده. طبعا في تشامبيونز حيفرق معاهم مره كثير الكلام هذا، زي عشان كذا قلنا اش حتطلع في الصوره، لانه اش تعتمد على الكريتو على الثلاثه ايتمز هذه، فهي اصلا اول ما كانت تبني البلد الثانيه اللي هو الكريان، فتبني فزودوا لها 30 دامج زياده لو بنيت الثلاثه الايتمز هذه بس، او 20 دامج زياده، 20 ايتم زياده، 20 دامج زياده، كانها نص بي اف زياده يعني. فاي واحد اي اي دي سي يعتمد على كريت ويعتمد على اتاك دامج حيصير له بف دايركتلي واندايركتلي بالايتمز الثلاثه هذه لو بناها. خمسة خمسة عشرة
نقصوا اليامومو 5، كانت 65 نقصوها 5، والبلج واتر خفضوا سعرها عشان سعرها كان مرة غالي، مع انه ما فرقت يعني، ما غيروا فيها ولا شيء غير انه خفضوا سعرها، فخلوها تقدر تشتريها من بدري. اظن هذا تارجتد لفين والناس اللي تبني، الناس اللي تبني الايتم هذه اول ايتم. في كل حالات الباتش هذا باتش البفس على الاي دي سيز، البف هذا ما حيفرق كثير في الاي دي سيز، ما الاي دي سيز لسه ما حيكروا الجيم زي ما كانوا يكرروا في سيزون 4 ولا في سيزون 5 او في سيزون 4 بدايته، لسه اتس بروزر اساسن كايند اوف ميتا، بس انه اعطوا الاي دي سيز مجال انهم يلعبوا احسن شويه من بدايه الجيم. اوكي، حتشوفوا كيت، حتشوفوا اس، حتشوفوا اش، وحتشوفوا مين تاني، حتشوفوا سيفر، احتمال كبير جن، كلهم يتحسنوا اكثر عشان بس البلد حقهم يبني على هذا. طبعا في ناس كثير هيسالوا طب لوش نبني عليه البلد هذا ولا اجلس عليه على الكوريان بلد؟ لسه الكوريان بلد ما زال ممتاز يا شباب، احسن على مس فورتشن على لوسيان، ما زال الكوريان بلد احسن من البلد هذا. يا مومو دي بوف رود اوف ايجز، بس نقصوا سعره، نقصوا سعره، يبغوا الناس تقدر تشتريه من البدايه. الجي ال بي البرسنتج مانا، غيروا النظام المانا هيلث كونفرجن، اول فاكرين الايتم اللي اشتروها هذه اللي هي الكاتاليست عشان ترجع هيلث بسرعه يا شباب، نقصوا المانا هيلث ريجينيشن حقها من 0.25 ل 0.2 على اساس كانت بترجع مانا كثير، بالذات مع الـ بالذات مع الـ مع الاوشن دريك. الرايتشس جلوري نفس الشيء، اي شيء فيها الكاتاليست اتاثرت، نقص المانا ريج، المانا والهيث ريجن حقها بحبتين. كراسب اوف دان داينج زودوا الدامج حقها 3% ونقصوا الهيلث ريجن حقها ل 1.5% و 2.5%، الفكره منها على اساس يخلوا التوب يحاولوا يدمجوا زياده وينقصوا السستين حقهم، نقصوا السستين حقهم على اساس ما يبغوهم يجلسوا طول الوقت في اللين فوق، بس يفرم ويجلس يرجع هيلث بس بكل بساطه. الديبف هذا لإيكو لموكاي ل اي تانك توب بيسكلي. بعدين الفيرفر اوف باتل برضه سووا لها نيرف بسيط، كان اول كل ما تسوي ابيليتي اذا اي دي كل ما تسوي ابيليتي يديك تو ستاكين، دحين صارت ستاك واحد. هذه فرقت مع مين؟ هذه فرقت مع الاي دي سيز اللي هم الدامج حقهم بيست على ابيليتيز زي سيفر، زي از، زي مين كمان ما هم اوتو اتاك بيست ابيليتيز. المفروض انه تشوف الاي دي سيز هذه يمكن يغيروا، بدل ما ياخذوا فيرفر يرجعوا ل لا مش حتى ثاندر لورد، يمكن ياخذوا ديث تاتش ولا هذا، بس حاشوف. الين دحين الشباب العالم كلها بتاخذ الفيرفر اوف باتل، احتمال كبير ما ادري صراحه ايش تاثيرها قد كده، حيكون جامد ولا لا. في كل الحالات برضو هذا بف على الاي دي سيز اللي هم بيست على الاوتو اتاك، ايش يعني؟ هتلاقوا كيت احسن، هتلاقوا اش احسن، هتلاقوا كل الاي دي سيز، هتلاقوا فين احسن، هتلاقوا الاي دي سيز اللي يعتمدوا على الاوتو اتاك حيصيروا احسن من الاي دي سيز اللي ما هم اوتو اتاك. عشان كده قلت لكم الليسته تغيرت، كان اول سيفر ويز وجن وهذول كلهم اعلى من البقيه، دحين لا والله صاروا اش وكيت والجروب العظيم اللي كنا بنتكلم عنه. دبل ايج سورد غيروها حبتين، كانت اول تفرق بين الاي دي بين الميليز والرينج، كان الميلي يجي له 3% انكريز دامج وينضرب 1.5%، غير زي ما هي بس الرينج كانوا كان 1.5، كانت 1.5 ولا صار 2 1.5 ولا 2 2 ايوه، كان يسوي 2 دامج و2 ينضرب زياده، خلوهم كلهم زي بعض. يعني ممكن تاخذ هذه على الاي دي سيز حاليا وتسوي دامج مره كثير في بدايه الجيم، هي الفكره منها انه يبغوا يزودوا الدامج برضو على الاي دي سيز، الاي دي سيز حيستفيدوا منها مره كثير اذا كانوا يستخدموها. في اي دي سيز كثير زي انا ما اخذ هذه لانه اتس فيري دينجرس، بالذات لما انت بتعتمد انت تلعب فيري اجريسيف. بعد كده الناتشورال تالنت هذه برضو غيروها حبتين، حطوا عليها بيس دامج وبيس ابيليتي باور من البدايه. ايش كان عيب الناتشورال تالنت يا عيال؟ كانت لما تاخذها ما تستفيد منها الا لما تلفل، من بداية الجيم ما تفيدك أي حاجة، يعني كأنك ضيعت 5 نقاط على الفاضي، والخمس النقاط هذه ما حد كان يستخدمها نهائيا، 3 أرباع الناس كانت تشردوا منها، كانوا ياخذوا الفامباريزم أحسن، الفامباريزم اللي هي ترجع 2% لايف ستيل. فالناتشورال تالنت دحين صارت من يوم ما تاخذها حتزود لك 3 2 اي دي ولا 3 AP من بداية الجيم، ما حيفرق على الاي دي سيز يا شباب. هم كانت النية انهم هم يستفيدوا منها من الاي دي سيز، يمكن الاي دي سيز اللي عندهم ميكس دامج يستفيدوا منها زي كوركي وزي جيس اسمه الثاني هذا الكوغماو،
ممكن برضو تريستانا ممكن، بس غير كذا ما لا تاخذوها يا شباب، لا تاخذوها الا العالم اللي عندهم ميكست اي دي سي، ميكس دامج. بعد كذا الفيترن سكارد زودوا عليها زودوا الهيلث بير رانك من 9 ل 10 والتوتال هيلث ل 50. الفكره منها انه برضو يسوي باف للاي دي سيز عشان لا يموتوا بسرعه. هذا الباتش باف باتش الاي دي سيز يا شباب، بيسووا هذا كله عشان بيحاولوا يخلوا الاي دي سيز شويه لس كوشي وشويه يقدروا يتفاعلوا مع البروزرز والاساسن. طبعا زي ما قلنا يا شباب ما حيفرق فرق شاسع الا للاي دي سيز اللي سووا دامج زياده، الاي دي سيز حيسووا دامج زياده يا شباب اكثر من الوضع اللي كانوا بيسووا حاليا. الهاولينج ابس اللي هي الايرام ما حتكلم عنها كثير، تعديلات مره كثيره ما هي ما تفرق معايا. بالنسبه لي اهم تعديل هذا هو السامونر سبيلز، صارت كلها بالنص يا شباب. الفلاش كان 300 180، هذا 240 144، الباقي كله بالنسبه لي يوزلس. شغلوا عليها هوم جارد، الاكسبيرينس زادوه، الجولد زادوه، الهيلث باكس زادوها، تيرن تشينجز تعديلات بسيطه، شالوا شويه ايتمات وحطوا الاريكسن. هذا كله ما هو مهم بالنسبه لنا، اهم شيء هذا يا شباب الريميك حينزلوا، او بالاصح نزلوا موضوع الريميك اللي لسه ما جربناه، انا ما جربته لين دحين. لو 3 دقائق عدت وفي واحد ما جاء وما جاء فيرست بلاد على اي تيم، هيطلع لكم الرساله هذه وممكن تسوي ريميك. لو سويتوا ريميك، الادمي اللي كان اف كي حيخسر النقاط، حيخسر الاي ال بي، وفي نفس الوقت حيجيله الليف باستر. فانتبهوا يا شباب، اول 3 دقائق لا تطلع من الجيم. بعد كده الجيم ريستارتس. حاجه زياده زودوها، بوب ذا دي سي بلاير تيكس فول ال بي لوس، يعني يخسر كل ال بي حقه، ولو كان برومو جيم يخسر البرومو جيم. ان فلاجد فور ليف باستر، يعني ياكل ليف باستر، بس 3 دقائق ما حل كل المشاكل. بعد كده قالوا حيسوي حاجه زياده في الدايموند فاف وانت طالع، اذا كان داخلين معهم بريميد ما هم لحالهم، حتى البريميد يصير معهم نفس المشكله. فانتبه طبعا اذا كنت دايموند وانت طالع تنتبه من الكلام هذا، اذا ما كنت دايموند ما يفرق معك. الدايموند في عندهم حاجه زياده يا شباب، انت والبريميد حقك تتاثروا هذا التاثير، فاذا بريميد حقك ابو كلب عنده مشاكل كثيره لا تدخل معاه يا شباب. بس تشامبيون ماستري ضافوها على الـ على الـ على الـ شو اسمه، على التويست تري لاين اللي هي الماب حقت الثريز، والماب حقت هاولينج ابس اللي هي الايرام، واظن كده خلاص. اتس فيري سمبل. لو في اي اسئله